سي برادا، غادي ننتقلوا لواحد القصة ديال ما حدث في القمة المغاربية في الجزائر التي حضرها الملك الحسن الثاني، وقصة حضور الوفد البوليزاريو، وكيفاش انك انت المصور مراجي كنت اكتشفت حضور هذا الوفد وفي نشأتي وطفولتي اكثر ما اعرف المغرب، بحيث كنت اذهب الى تلمسان في الويكند اللي لعب كرة السلة في تلمسان، لان اقرب مدينة من وجدة في المغرب هي فاس، وفاس بعيدة 350 كيلو الى تلمسان 60 كيلو، وهي مدينة كبيرة وجميلة ووهران، فكنا نعرف الجزائر. من جهة أخرى الذين درسوا معي في كوليج أك بومين وفي ليسي الجارسون ليسي عمر في أغلبية جزائريين، في الباك مثلا كانت تقريبا نصف مغربي ونصف جزائري. هذوك الجزائريين اللي درسوا معي بعد استقلال الجزائر بعد 61 ذهبوا إلى الجزائر أصبحوا شخصيات، طبعا منهم من كان مثلا في الأمن مدير الأمن أو في الداخلية أو هذا، وكنت أنا دائما على اتصال طبعا صداقات الطفولة. فحين كنت ذاهب الى الجزائر اتصلت باحد اصدقائي قلت له انا قادم، ففرح جدا واستقبلني وكان لطيف جدا، اخذت له هدايا من المغرب واعطاني هدايا من الجزائر، وكلف احد مساعدي بان يبقى بجانبي لاني ساعدني على استكشاف الجزائر والمنطقة الساحلية سيدي فرج، حيث كنا نقطنوا الوفد الصحفي المغربي، وبقيت مع ذاك المساعد، ويعني تربت بيني وبينه صداقة في اليومين اللي بقيت أو ثلاثة أيام. فكنت أنا طبعا مغرما بالسباحة، كنت أدعب الوفد الصحفي كان يتجول هنا في جنب البحر، إلى أن ناداني هذاك الصديق اللي كان بجانبي اللي كان مكلف بحراستي او مرافقتي، فقال لي هو الملك المغرب وصل الى الجزائر، هل انت ضمن الوفد؟ الوفد راح وانت؟ قلت له لا يجب ان التحق بالوفد طبعا تسمح لي. فاعطاني سياره خاصه وذهب معي، وفي اثناء الطريق قلت له واحد من الاخوه اللي كانوا في الوفد المغربي، بما انك تعرف الناس هنا هل يمكن ان تسال هل البوليزاريو كان هذا حديثنا صحفيين تريدون تعرفوا هل الجزائر ستستدعي البوليزاريو؟ كان دار شرط انه لو حضر البوليزاريو لن احضر. فطبعا انا ذاك رفيقي قلت له هل تعتقد ان البوليزاريو؟ فقال لي بدون ان تطلب منه اي شيء، اذا حضروا سوف اخبرك. قلت له شكرا. فطبعا اصطحبني انا كلوث مغربي بوحده، انا اصبح مع ذاك الرفيق اللي هو مسؤول هناك في الامن او اعتقد احد كان مسؤول مهم، وذهب معي الى الباخره التي كان بها الحسن الثاني، ووجدت نفسي قريبا من الحسن الثاني، وهذاك الرفيق ديالي احرجني جدا، وجدت نفسي في مواقف لا احتد عليها، انا مع الوفد الصحفي وجدت نفسي مع الوفد الرسمي المغربي. المهم لما دخلنا الى القاعة هذا المرافق تاعي قال لي سي محمد بوليزاريو هم هنا هاك بعفوية يعني، ولا لا ما كنت حتى طلبت منه بكيفيتي هكذا اثناء الحديث. فقلت له هل انت متاكد؟ قال لي طبعا انا متاكد. فكان زميل المصور المراجي بجانبي، قلت له هل تعلم انه بوليزاريو موجود؟ قال لي لا. قلت له هذا الشخص هذا سيد صاحبي هذا الجزائري صديق لي، فولا اخبرني. فقال لي اذا قلها للملك حسن الثاني، وكان يرانا الحسن الثاني. قلت له انا ما ليست لي الشجاعه الكافيه بان امدها. كان الحسن الثاني في القاعه؟ في القاعه. كان انا في القاعه، وكان القدافي وكانوا بن جديد كانوا الرؤساء، فهو قال لي انا امشي صور هذوك البوليزاريو. وش الحسن الثاني، فسألوا الحسن الثاني من قال لك هذا؟ فقال له هو برادة عنده أصدقاء هنايا. فرأى الحسن الثاني رآني من بعيد وقال لي هل فعلا؟ قلت له نعم فعلا من بعيد. وخرج الحسن الثاني من القاعة وأخبر هذاك المصور مراجي، جاب صور للملك في حين ديفلوبا في الحين، والملك وراهم الشيء اللي بيجي. قلت له تكذب علي البوليزاريو موجودين انت تقول لك؟ قال لا ايه. فطلعوا البوليزاريو طردوهم ورجع الحسن الى الاجتماع.
وهذه قضية طبعا كانت عرضية لم أكن لا مهيئ لأعيشها ولا أجد نفسي في موقع لم أكن أحسن عليه طبعا بل كم سعدت بوجودي فيه في ذاك الموقع. ويذكرني بهذا الأخ المراجي يذكرني بهذه الأشياء اللي حصلت واللي لم أكن أراها كثيرا من الأهمية أنا ذاك. بعد فكرت أنا حقيقة مغامر جدا كيف غير سابريسا في الرياضة ولا في السياسة كنت مغامر بحمد الله.